الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فضل بعض الأيام على بعض، بل وبعض الشهور على الشهور، وجعل بيته الحرام تحت بيته المعمور، وتفضل على هؤلاء بنقل آيات القرآن من السطور إلى الصدور بعفوه ومنه وجوده، إنه هو العزيز الغفور. أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها هو برنامجكم تاج القرآن يعود من جديد، برنامج أسبوعي يعود عليكم بالنفع وبالخير إن شاء الله، وجعل الله هذا العمل وجهه خالصا، وأسأل الله أن يتقبله منا. يسعدنا وشرفنا أن يكون معنا اليوم مكتبين عظيمين من مكاتبنا، مكتب تحفيظ القرآن الكريم بقرية صنصفت مركز المنوفية، ومكتب تحفيظ الجمعية الشرعية فرع زاوية رزين، ويحضر معنا إن شاء الله حضانة بعض من حضانة دار الفرقان بصنصفت. الأسبوع القادم، الأسبوع الماضي تحدثنا عن حرف الباء، ولكن لم يسعفنا الوقت حتى نعطيه ما كان يستحقه. حرف الباء قلنا أنه كأنه حرف مرقق، حرف مقلقل، وكنا قد وقفنا عند الأخطاء الشائعة في حرف الباء مثل تفخيمه بعضكم من بعض، وقلنا أن حرف الباء مقلقل، والقلقلة لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المشدد الموقوف عليه، أقوى أنواع المقلقل المشدد الموقوف عليه وتب. ثاني مرتبة الساكن الموقوف عليه وتب. ثالث مرتبة الساكن في وسط الكلمة مثل حبل، مثل ابتلاه. يبقى عندنا كده أخذنا حرف الباء ولخصناه بسرعة. النهاردة حرف التاء هو حرف شديد الصعوبة. التاء يجمع صفة، أولا مخرجه فين؟ يخرج حرف التاء، إن شاء الله المخرج هينزل لنا بصورة المخرج، حرف التاء بيخرج منين؟ طرف اللسان، هي دي الحتة المظللة اللي فوق الثنايا العليا، دي التاء، هي دي التاء، يرتكن اللسان عندها، هذه هي الشدة، ولا ينزل إلى الثنايا العليا السفلى إطلاقا، وهو في هذه الحالة يكون مشدود. أت 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 طيب كده خدنا التاء، طيب يبدأ المخرج ينزل سنة والأت فيها بقى، يبقى بدأ بالشدة وانتهى بهمسها. يقول لك يا عم هي الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف، والهمس هو جريان النفس، في جريان نفس مع جريان صوت الاثنين مع بعض. فين؟ في حرف التاء، بتبدأ انت بالشد وتنتهي بالتاء. طيب اقرأه واقول لك الصفة اللي فيه. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، افتطمعون افتطمعون فتنة. طيب ده فيه شد، ويقول الإمام الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته: وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. طيب يبقى الهمس، لاحظ حروف الهمس كم حرف؟ فحثه شخص سكت، آخر حرفين الكاف والتاء. حروف الشدة كم حرف؟ خمس أحرف. أجد قطن بكت، آخر حرفين في الشدة الكاف والتاء، يبقى فيهم همس، ولكن لا يترتب عليه سين كما يفعل بعض القراء، يقول لك انشقت كده ولت سين، لا يترتب عنه سين. وهذا كان اختبار الشيخ علي الضباع لمن يقرأ عليه، يسأله يقول له ازاي التاء والكاف فيهم شدة وفيهم همس، لو جاوب يحطه في مرتبة، ما جاوبش يعلمه الشيخ، يقول لك يا عم ده ديت من طرف القراءة إطلاقا، للحق ميزان فلا تك طاغيا فيه، ولا تك مخرج الميز ولا تك مخسر الميزان، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. ومش اول ما الولد يجي يختم قران لا ما تشدش عليه، في ختمه واثنين وثلاثه واربعه، كل ختمه اديله القران لا يمل، لا يمل منه ولا يشبع منه احد. القران كالسكر في قعر الكوب، كلما يذوب زاد حلاوة، إن عليه لحلاوة،
يبقى اللي انت بتقرا الواد بيقرا معاك او البنت بتقرا معاك ما تشدش، لان هو في حاله عدم ضبط مخرج، ممكن ما يعرفش يضبطه، سنه ما يسمحلوش بكده. اما خلاص عدى ودخل المرحله الثانويه ابدا اظبط مخرجك شغلك. طيب لو بدينا من الاول ولقينا فيه قابليه يبقى ممتاز جدا، يبقى ممتاز جدا. في اولاد ختم القران مجودا بصفاته ومخارجه كما لم يقراه ابن الثلاثين او الاربعين. طيب انا عندي حرف التاء، ارجع له تاني. حرف التاء احنا خرج الاستوديو كان بيكلمني احد الاخوه الله يرضى عليه، بيقول عايزين نعمل اكاديميه للمذيعين الجدد اللي بيبداوا يتعلموا ازاي، تديهم ايه يتعلموا ازاي مخارج الحروف، يضبط مخرجه ازاي، بدل ما يقول عالم في التين يقول عالم في الدين. ما حصلت وراجعوا. طيب لو انا طب اعمل ايه؟ ما انا قلت فيها الشده ات وراجع قراءه الشيخ الحصري رحمه الله، تلاقي الهمس ضعيف جدا، انت ما تسمعوش، ما كانش في اجهزه عاليه بالطريقه دي زي الايام دي. طيب هاخد بعض الاخطاء الشائعه واعود للتلاوه. افتطمعون، مش افتطمعون، افتط لان التاء والدال والطاء في القاب الحروف للامام السمنودي في متن الالي البان قال وطاء وتاء ودا نطعيه، نطعيه اكرمكم الله الجزار بتاع اللحمه قدامه خشبه، الخشب دي عليها اللحمه بترتكن عليها اللحمه يقطعها، هي دي اللحمه اللي قدام في الثنايا العليا، اصول الثنايا العليا القطعه دي يخرج منها ايه؟ أت. طيب عايز تعرف مخرج الحرف سكنه وحط قبله حرف زيه تت، مفيش هوا اللي انت جبت الشده، طب افتح بقى تت، بس اللسان ما نزلش عندي اصول الثنايا السفلى. يبقى انا كده حرف التاء افتطمعون والتين والتين، ما اقولش والدين، ولولا الهمس في التاء لسارت دال، ولولا الهمس في التاء لسارت دال بدون قلقله. اعود الى الزهروات واستمع منهم الى كتاب ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عرف نفسك يا استاذه واقرأي. اسمي ياسر محمد الشنشور. تفضلي اقرأي. والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يوم نسير ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا. بسملة. انت خايفة؟ خايفة؟ طيب هكذا وحشرناهم ايه؟ وحشرناهم فلم نغادر فلم نغادر منهم احدا. حافظة كم جزء يا بسملة؟ 17. انت في سنة كام؟ والعداد. تروح كتابه اليوم ولا بتهربي؟ طب مين اللي بيعينك في الحفظ في البيت؟ مين اللي بيقول لك، مين اللي بيضغط عليك ويقول لك روح كتاب؟ بابا وماما. ادعي لهم بقى. شكرا جزيلا، تفضلي يا استاذه. عرفينا كده. من ظرف عبد الجواد الشنشور. سنه كام؟ اولى اعداد. حافظه كام جزء؟ قران كامل. كاملا؟ كنت بتحفظه كل يوم قد ايه في الاجازه؟ خمسه او ست. خمسه او ست ايه؟ صفح. صفح ولا تجزا؟ صفح. تفضلي اقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا.
سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. جزاكم الله خيرا. بسم الله، شكرا جزيلا. انتوا واقفين ليه؟ محدش، انتوا مع بعضنا محدش، كنا يعني في الكتاب بالظبط. ليه الخوف وليه الرهبة؟ اتفضل. أعوذ بالله. لا اسمك الأول. إسراء محمد عبد العاطي. بصي الكاميرا. إسراء محمد عبد العاطي. سنة كام؟ أولى أو إعداد. أول ولا تاني؟ عادي مش مشكلة. اتفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. جزاكم الله خيرا. أمال أنت كنت بقى يعني معانا بره عادية ما فيش خوف ولا حاجة؟ مش فين الخوف فينا؟ ماشي، جزاكم الله خيرا. تفضلي اسمك. سلمى شعبان إبراهيم القط. علي صوتك. سلمى شعبان ابراهيم القط. اتفضل يا سلمى. في سورة ايه يا سلمى؟ سورة الفرقان. يعني حوالي 12 جزء. تمام؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. جزاكم الله خيرا كثيرا سلوم. اسمك ايه بقى؟ إسراء محمد بن. عامل ايه يا إسراء؟ الحمد لله. سنة كام؟ خمس. خمسة؟ خمسة ولا ها؟ آخر كلام. خمس. ما وقعش منك حاجة؟ طيب اتفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بص وإما تعرضن عنهم. بص عنهم هي صعبة عليك إن أنت تجيبيها. التخلص هنا عنه مو ابتغاء، هي صعبه عليك، بس انا عشان للامانه قدام المشاهدين هي صعبه انت تجيبيها يعني لسه شويه، بس اقراها متميزه. الله يفتح عليك، جزاكم الله خيرا كثيرا. اتفضلي يا حبيبتي. ما شاء الله عليك. ملك محمد صبحي. لا انظري الى هذه الكاميرا الاستاذه ياسمين اهي. ملك محمد صبحي. بس شكرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا إيه؟ ولا تخسروا الميزان. برافو عليك، شكرا جزيلا. اتفضلي يا ملك. بس انا كم يا ملك؟ رابعه ولا خمسه؟ رابعه. تخافي؟ طب يلا اقرا. اعوذ. ملك ايه؟ ملك محمود محمد عبد الرحمن سموه. برضه هقول لك انظري الى هذه الكاميرا. انظري واقراي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. جزاكم الله خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا ورحم جدك. ازيك يا نور؟ انت وراجل المايك عامله ايه؟ كويس الحمد لله. ايه كويس؟ يوم كويس الحمد لله. اتبسطتوا في الانتاج الاعلامي؟ طيب يلا نسمع كده. اسمك الاول نور ايه وعرفينا كده؟ نور مسلحي حسن مسلحي. الصوت العالي فين؟ نور مسلحي حسن مسلحي. طيب حافظه كام جزء؟ 17. 17 جزء. طب نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله عليك. شوف أداء التلاوة قالت وزهق الباطل ورجعت صحات نفسه وزهق الباطل. ده الولد يكون متربي على مخرج صح وصفة صح الدنيا تكون تمام. طيب لو كان جالك بقى من مكان تاني وحافظ بعض الأجزاء غلط دي أدي كل المشكلة. ودي بلاغ مني، بلاغ بطلب من النائب العام التحقيق في أي حد يعمل مع القرآن الكريم يحفظ قرآن كريم وهو غير مرخص أو مؤهل لذلك، تابع من الأزهر الشريف أو خريجي معهد القراءات أو غيرهم. مش أي حد. باب القرآن باب صعب، سهل ممتنع زي حرف التاء ما كنا بنتكلم عنه كده. مش أي حد يلجأ للقرآن الكريم ويحفظ. معك تصريح من الازهر الشريف، معك تصريح ان انت شغال محفظ قران. ايه الاولويات اللي تديك ان انت تكون محفظ قران؟ اشتغل. غير كده مش اي حد، مش كل حضانه تعمل كتاب. لا، حضانتك على راسنا خلاص، الموضوع منهي. اما كتاب، الكتاب لازم يكون الشيخ مؤهل لان هيبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى. فعلا خطوات كما يقول اخواننا في الخليج، خطوات حول نحو الملك. اما اللي قرأ القرآن وبعد كده تلاقي يجي لك بحرف غلط، تشكيل غلط، مش بنشب على شيء شاب عليه. وتعبنا كتير. انا واحد من الناس كان في بنات جيلي في سوره الانعام، وبعد يا ما فيش استاذ بتوقع. ليه؟ لان تاسس على حفظ غلط. وايه اللي اسسه غلط؟ ان ما بيصحش الجديد. هو لو بيقرا الورد اللي هيسمعه بكره خلاص خلصان. لا، هو النهارده خلاص سمع. وانا معاك، والحياة والضغوط والدروس، بس دي ما تخليناش ان احنا لا، لازم مع القرآن. خذ الكتابة بقوة، القرآن بقوة، مش بقوة العنف والعياذ بالله. لا، انت معاك ترهيب وترغيب والاتنين في ايدك. تعرف انت تستعمل سلاح الترهيب امتى وسلاح الترغيب امتى. وبسم الله ما شاء الله. طيب نستمع. تفضل يا شيخنا. اسمك؟ احمد محمد عبد الصبور. عندك كم سنة؟ 8. طيب حافظ؟ طب ما تقرأ كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق
إلى ربك تساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى صدق الله العظيم. الله يفتح عليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في سنة كام؟ تالتة. تالتة ولا تاني؟ تالتة ابتدائي. طب فكرت أنا كده كم تنزل سنة؟ تالتة. تفضلي نجي معنا النهارده. تفضلي عرفينا وتفضلي كلها يا أستاذة مي. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. جزاكم الله خيرا كثيرا. أنت خايفة ليه؟ سنة كام؟ ولا سنة. طب بصي الكاميرا. طيب بصي الكاميرا. يا الكاميرا هي يا حافظة كام جزء؟ القرآن كامل. أنت خايفة؟ تمام. ماشي اتفضلي. اسمك إيه؟ اسم محمود حسن صاب. لا علي صوتك. اسم محمود حسن صاد. انت في حضانه بتاعت حضانه اسمها ايه؟ دار الفرقان. متاكده؟ طيب سمعينا بقى كده اتفضلي يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جزاكم الله خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. اتفضلي يا استاذه رفات. اسمك ايه؟ استاذ صابر احمد الاعمى. طب بصي الكاميرا اهي. حافظه كام جزء؟ انت صوره ايه؟ صوره القلم. القلم؟ طب سمعها كده. يلا اقرأي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليهم مدرارا ويمددكم بأنوار وبنين ويجعل لكم أنهارا جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله قالا
لقد خلقكم أطوارا. عباد. وقال لو استقاموا. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. وأسقيناكم ماء رزق نفتنهم فيه. كلا إذا بلغت التراقية. كلا إذا بلغت التراقي أظن أنه وقيل من راه. من راه. واتفق الساق بالساق. إن المتقين مفازة. إن المتقين مفازة. وعاك وعنابة وكوعبة وأطرابة وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها وهلا. طبعا الرسالة الأولى على محافظة منوفية بجزء عامة وكرمت من قبل المحافظة في رمضان الماضي. خدت جائزة كام؟ كام؟ كام يعني؟ قولي في المايك، لا قولي في المايك. 500 جنيه. 500 جنيه؟ مين اللي خدتهم مني؟ طيب قولي يا كولو راجا كده. يا كولو راجا رحمة الله فورنا مش ليمان وجنزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن كان وبعد هذا المريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأصفار نمه يدي الكمال. شكرا جزيلا رتاد، شكرا جزيلا. نسمع النجمة معنا النهارده ياسمين، اتفضلي. عندك كم سنة ياسمين؟ عندي 11. حافظة كم جزء؟ 17 جزء. طيب اتفضلي يا ياسمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. جزاك الله خيرا كثيرا ياسمين، شكرا جزيلا. تفضل استاذ احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لا 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 ما فيش مادة كده، الطبيعي زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي. مد يا أحمد ما تخافش، أحمد يا هاني خد راحتك ما تخافش، اقرأ وافتح صوتك ما تخافش. فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من
شكراً كثيراً شكراً. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد السيد الفضيلة وابعثه اللهم وقام محمد الذي وعدته وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود ونستكمل حلقتنا من برنامج تاج القرآن ومع الشيخ يوسف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى اضبط بقى. بص يا حبيبي مش عشان صوتي يبقى حلو امد ثيابي. بص يا حبيبي قالوا ما اغنى عنكم مد طبيعي حركتين ادائك روعه متميز زي احمد هاني بالظبط لكن المدود اضبط خليها لها ضوابط يلا. قالوا ما اغنى عنكم سمعكم سمعكم ولا جمعكم؟ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وصلي يوسف وصلي ودخلوا يلا ادخلوا لا او 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 بص يا حبيبي همزة الوصل بتتبع حركة الحرف الثالث لو كان مفتوح بنكسرها مكسور بنكسرها مضموم من ضمها الثالث عندك ايه؟ ها؟ مضموم تبقى ايه؟ ودخلوا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء
مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا لقاء شكرا حد يوسف وصيك اضبط قراءتك وراجع تمام تفضل يا شيخ ابراهيم عامل ايه يا شيخ ابراهيم انظر هنا يا ابراهيم عامل ايه قرب المايك اسمك ايه ابراهيم شريف يا ابراهيم انظر هنا بص شايف الكاميرا دي يبقى خليك بص نايم يلا اقرا يا عم الشيخ ابراهيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر شكرا يا زينة شيخ إبراهيم الله يجزيك خير ازيك عبد الله يسلمك ايه اخبارك كويس الحمد لله من الناس المحترمين عبد الله من اميز الناس الموجودين معنا في كتابنا الله يرضى عليه اخبارك ايه كويس الحمد لله انت خايف برضه طب انظر الكاميرا واقرا ونشوف الخوف بعد كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله يفتح عليك يا عبد الله عندك كم سنة يا عبد الله؟ 12 تمام؟ مواظب على صلاة الفجر ولا بتنام؟ مواظب تمام؟ طيب تقول يا عبد الله الناس اللي بيحاربوا حفظ القرآن في الأجيال يقول لك يا أخي اقعد بعد ما شاب ودوا الكتاب وانت طبعا دكتور عندك 60 سنة تقول ايه للناس الصغيرين اللي عندهم 10 سنين وكده؟ لازم ان يحفظوا القران لانه بيرفع شان صاحبه تمام الله يفتح عليك يا عبد الله انت عندك كم سنه يا عبد الله 12 سنه الله يفتح عليك خد المايك يا يوسف عامل ايه يا يوسف انت بتقول التهنئه ولا بتقول القصائد لا نشيد قول كده من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه صحب الصديق أبو بكر رضي الله عنه هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله قم حسروا بيته وقالوا جي أواله والليلة دي هينتهي زمان
علي بن أم مكرم اللواج. شكرا. تفضل عم أحمد سمعنا كده. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك أقوم بالليل. مولاي إني ببابك والأسحار ساجية. مولاي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي. ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما مهما لقي من الدنيا وعارضها. كل الخلائق ظل في يد الصمد. الله يفتح لك يا شيخ أحمد. تعرف لو تهتم يا أحمد، أنت عندك موهبة رائعة، لو تهتم وتترك اللعب زي عبد الرحمن كده، لو اهتميت بالقرآن وبالعلم مش هيبقى ليك مثيل في صنصفت. لكن أنت عايز تعشق وتحب، لو حبيت القرآن وحبيت الابتهالات وحبيت الإشعار وحبيت، تبقى حياتك كويسة والله، لأن أنت خامة طيبة جدا يعني. بعد إذنك. اتفضلي يا مي. إيه يا مي؟ إيه اللي أنت في سنة أولى ثانوي صح؟ القرآن معطلك عن الدراسة؟ لا. طيب تقولي ايه لاصحابك اللي ما بيحفظوش قران، او اللي بييجوا ايام الدراسه يقول لك لا اكتفي بالدروس والمدرسه وكفايه؟ انا كنت واحده ما كنتش بروح الكتاب في الاجازه، بس بعد كده لما دخلت ثاني اعدادي رحت الكتاب. انا كنت طالعه في المركز العاشر في اولى اعدادي، بعد ما رحت الكتاب طلعت للمركز السابع، وده بفضل القران. طيب هقول لك حاجه، القرآن حفظه انطبع على أخلاقياتك وعلى سلوكك؟ طبعا ده غير من أخلاقه، وبعد كده غير من صحابك كمان. الله، يعني القرآن غير خلاك غيرت أصحابك اللي هم ما ينفعوش يبقوا أصحاب، أصحاب السوء. تمام. وطبعا احنا كلنا احنا الأسبوع اللي فات كله كان بيتكلم عن الشاب اللي انتحر على برج القاهرة، موضوع كبير. مشكلتنا الإمام رضي الله عنه وأرضاه، الإمام حسن البصري، جاءه رجل يقول له: من هو أقوى عليك، شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ قال: شيطان الإنس. قال: إمام، شيطان الإنس أقوى عليك أم شيطان الجن؟ قال: نعم، شيطان الجن إذا استعذت بالله منه ولا وأدبر، أما شيطان الجن يحاور ويداور. شيطان الجن لو تعذر من شر الجن هيمشي. طب مين الشياطين دول؟ الأصدقاء اللي إحنا اللي هو ممكن يغرقك، يوصلك لمرحله ان انت تكره نفسك، وهو قدامك سمولت انا قبل كده يقول لك ده انت كويس، ده انت تمام، ومن وراك ينتقدك. عشان كده قلت الاسبوع الماضي صديقك من صدقك، مش اللي يصدقك في كل اللي تقوله. ومن هنا بشكر باشمهندس ابو العلاء اسال الله يجزيه خير لكفايه التهاني، وكفايه انه بيعاون معانا وجزاه الله خير. واشكر كل من عاوننا من اخواننا في صنصفت ومعنا ولو بكلمه، والله نجاح تاج القران. أنا ما كنت أحلم أن يوصل بهذه بالسرعة دي لكل الناس. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم. تعقيبي على التاء قبل ما أختم، حرف التاء من الحروف اللي لو اتبعناها وعرفنا صفاتها، أول صفة فيها الهمس، جريان نفس. اتنين الشدة، جريان صوت. حرف مستفل، حرف منفتح، مستفل يعني حرف مرقق، ما بيطلعش اللسان لفوق، يعني يقول زي خو وقو. طب التاء في اخطاء واضحه في التلاوه، في اخطاء واضحه. تعالى كده وناخد بعض الامثله البسيطه جدا.
والتيني والزيتون. والتيني والتيني، معلش يا استاذنا ممكن نغرب المخرج، الله يبارك لك اهو. والتيني والتيني، اللسان يعمل التصاق في ثنايا العليا وهو نازل ما ينزلش لمخرج الثاء، لا ينزل بالهواء اللي هي نهايه حرف التاء، يبقى يبدا بشده وينتهي بهمسه. وانا بقرا اقول كشطت كشطت، ما اقولش كشطت كشطت، افتطمعون. اختم كما تعودنا ببعض ايات من كتاب الله، ببعض ايات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو حبل الله المتين، تمسكوا به وعليكم باتباعه وحفظه. القرآن الكريم هو كتاب ربنا نزل على لسان نبينا خير البشر على خير أمة. أسأل الله الكريم في هذه الساعات الكريمة، العلماء أجمعوا أن آخر ساعة في يوم الجمعة هي ساعة الإجابة أو اختلافهم على ذلك. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وأن يجعل القرآن العظيم نورا لنا في قبورنا بعد موتنا، وأن يحفظ مصرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن ختامنا. أستودعكم الله الذي إذا استودع شيئا حفظه. أترككم في معية الله وأمنه، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.